العقل مش عقل الجسد، عقل التفكير. الواحد كيف يتغلب على المرقد اللي بعده، كيف اللي عنده عزيمة وإرادة أو إصرار بيقدر يوصل اللي بده إياه. يعني عندما هبت الرسم ومن خلالها أردت أن أكون إنسان فعال في المجتمع. كل ما كبرت في العمر كل ما العضلات جسمي بتضعف، حركة التعبير تقل. بالي بلاس، قناة فلسطين الرقمية.